والمؤسسات والوزارات كان لها مشاركات مميزة ضمن معرض دمشق الدولي. اليوم ضيفنا الدكتور رحيم عبد السلام أبو الجداي، اللي هو دكتور بجامعة دمشق وأيضا باحث في الهيئة العامة للتقنية الحيوية، رح يخبرنا عن أهمية مشاركة الإبداع والاختراع والبحث العلمي أيضا في المعرض. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباحك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي شوي عن مجال التقنية الحيوية ومشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. تمام. التقنية الحيوية هي استخدام الأحياء الدقيقة لإنتاج منتجات تهم وتفيد الإنسان، فعلى سبيل المثال إنتاج الفيتامينات، إنتاج الأحماض الأمينية، إنتاج الوقود الحيوي، إنتاج الكتلة الحيوية للأحياء الدقيقة الهامة اقتصادية. بالنسبة لمعرض دمشق الدولي، شاركنا أكثر من مرة في معرض دمشق الدولي الهيئة العامة للتقنية الحيوية. في العام 2015 شاركنا بمنتج هو الوقود الحيوي السائل. الوقود الحيوي السائل باستخدام خمائر ساكاروميسيس سيربيسيا الهامة اقتصاديا. وضع آخر لوحظ بالملاحظة الدقيقة أثناء التجربة العلمية، وعليه كمان قمنا بتطوير البحث الذي قمنا بتسجيله في الهيئة العامة للتقنية الحيوية حول أمثلة إنتاج الوقود الحيوي إلى أمثلة إنتاج الكتلة الحيوية للخميرة ساكاروميسيس سيربيسيا التي تقوم بإنتاج الوقود الحيوي والتي تعطي كتلة حيوية، وهي خميرة ذات هامة جدا اقتصاديا وتغذويا، فهي تعطينا في الظروف اللاهوائية الكحول أو الإيثانول الحيوي الوقود الحيوي، وتعطينا في الظروف الهوائية الكتلة الحيوية لإنتاج البروتين الصيدلاني وحيد الخلية وإنتاج الأحماض العضوية وإنتاج الفيتامينات، وتدخل في صناعة تكنولوجيا الخبيز بإنتاج الخبز والذي هو القوت الغذائي اليومي للمواطن. وكذلك شاركنا بمنتج آخر صديق للبيئة والذي تحت عنوان أنا قابل للإنبات. حاولنا نظراً لمعظم الأساليب التي اتبعت نحو حماية البيئة تقريباً باءت بالفشل في توعية المجتمع حول أهمية البيئة والحفاظ على البيئة. المواطن لم يهتم كثيراً في الأساليب إعادة التدوير هذه الأوراق، وإنما الرماية فوراً في الحدائق، في الأماكن العامة، في أماكن الجلوس، في الغابات. فقمنا بإنتاج منتج آخر أنا قابل للإنبات، لا. تحت شعار أنا أحب أنا أحب الورق القابل للإنبات كما هو موجود هنا في البوستر. هذا المنتج عبارة عن المستهلكات الورقية، قد تكون محارم أو مناديل ورقية، كؤوس ورقية، ظروف، أوراق الدفاتر، أوراق الكتب المدرسية. قمنا بتحميل هذه أو علب السجائر والتي هي شائعة، ملوثات بيئية كثيرة وشائعة. قمنا بتحميل هذه المستهلكات الورقية ببزار لنباتات رباعية الكربون، أي أنها تمتص CO2 بشكل كبير من البيئة، وبالتالي تقليص نسبة الغازات الدفيئة من الجو، حيث أن المستهلك عندما يرمي هذه الظروف مثلا هذا الظرف أو هذه علبة السجائر أو المحارم أو المناديل الورقية أو الدفاتر المدرسية يرميها، وستجد هذه البزار يوما ما طريقا للنمو وإعطاء شجرة أو نبات صديق للبيئة، يتحمل ظروف جفاف وله قدرة عالية على استخلاص غاز ثاني الكربون من البيئة من الجو، وبالتالي الحصول على منتج هو عبارة عن نفايات صديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتحميل البزار بفطريات، نوع من أنواع الأحياء الدقيقة، على اعتبار أن التقنيات الحيوية تهدف إلى الاستفادة من الأحياء الدقيقة لمصلحة الإنسان. قمنا بتحميل هذه البزار بنوع من أنواع الفطريات تدعى الميكوريزا. الميكوريزا هي تعيش فطريات، تعيش حال تعايش مع النبات، يعطيه غاز الأزوت اللازم للنمو ويأخذ من النبات ما يتطلب للنمو. فالنباتات التي تتعايش مع الميكوريزا فهي نباتات ذات نمو أفضل وكتلة حيوية أفضل ونضارة أفضل. ففي هذا الاختراع أو الإبداع أو المنتج الجديد أنا أحب الورق القابل للإنبات، مخلفات ورقية كثيرة ملوثة للبيئة،
محملة ببزار ستنمو يوما ما بعد أن يقوم المستهلك الذي لم يقتنع بأساليب إعادة التدوير ولا تهمه مصلحة البيئة ويقوم بالقطع الجائر لهذه الأشجار واستفادة منها في التدفئة. نحن نقول له في المنتج أنا قابل للإنبات، هذه رسالة من هذه الظرف أو هذا المنتج الورقي، أنا قابل للإنبات، ارميني أينما شئت سأنمو وأعطي شجرة، من هذه الشجرة سنعود بإنتاج الأوراق على اعتبار أن الورق ينتج من الأشجار نفسها وليست ثمار. نعم. يعني دكتور رحيم، يمكن هاي خلينا نقول المنتجات والتقانة الحيوية هو مجال كتير مهم، وخصوصا بهذا الوقت مثل ما قلت مع زيادة التلوث. خلينا نحكي شوي يمكن عن كيف كانت أصداء الناس اللي زارت جناحكم وأيضا شافت هاي المنتجات. تمام. بالنسبة لمعرض باسل الإبداع والاختراع سيفتتح، هناك زوار يزورون المعرض أثناء الإعداد والتقديم، هناك لفت للانتباه على هذه المنتجات أنها حقا هي تمس حاجاتنا اليومية وهي ملوثات نصادفها يوميا، وهم أصلا ملوثون للبيئة، فمعظم الزائرون يكون مدخنون ويستخدمون الدفاتر، أو أمهات لديها أولاد في المدرسة تستخدم الكتب والدفاتر وتقوم برميها في الأخير في النهاية في هذه البيئة وليس بآخر. وزار كذلك هناك صناعيين زاروا الطاولة التي نعرض عليها منتجاتنا ولفت انتباههم إلى الخمائر. هذه المنتجات التي نعرضها جميعها ذات جدوى اقتصادية وأهمية اقتصادية، قمنا بإعداد بالزبيبة تصطدي لكل منتج، هل هو مجدي اقتصاديا؟ هل يمكن أن يجد النور في الاستثمارات الصناعية، وخاصة أن المستثمر يهمه المردود الإنتاجية الربح؟ هل نعرض نحن منتجات ستبقى على الرفوف بحث علمي أم إن شاء الله ستجد نورا للتصنيع والتطبيق والاستفادة منها؟ بالنسبة لخميرة السكر ومايس السيرفيسيا هي خميرة اقتصادية صناعية تدخل في معظم الصناعات، تكنولوجيا الخبيز، تكنولوجيا إنتاج الكحول الطبي للمشافي، تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي، وتكنولوجيا الصناعات الصيدلانية إنتاج البروتين المدعم الغذائي وإنتاج الفيتامينات وإنتاج الأملاح والأحماض الآمنية. في منتج هذه الخميرة السكر ومايس السيرفيسيا الجدوى الاقتصادية أننا أنتجنا كمية مضاعفة، فإذا كان المعمل أو المصنع ينتج بإنتاجية 1 طن بهذا الأسلوب سننتج 2 طن، فهناك مضاعفة في كمية الإنتاج والمردود محسوبا على أساس كمية السكريات المستهلكة أثناء عملية الإنتاج. فإن شاء الله هذا المنتج سيحظى بانتباه وقبول الصناعيين بعد أن قمنا نحن بالبداية بإجراء جدوى اقتصادي. لن نعرض منتج غير ليس جدوى اقتصادي أو ليس ذو أهمية تطبيقية للمجتمع. فنحن نعمل في خلال هذا المعرض إن شاء الله نقوم بنقل التقاني من المخبر إن شاء الله إلى المصنع مباشرة بعد أن قمنا بكل ما يجب علينا أن نقومه: إعداد البحث العلمي، تنفيذ البحث العلمي، تنفيذ التجارب، دراسة الجداوى الاقتصادية، دراسة هل هو حقا بديل عما هو ينتج أو الأساليب المتبعة في الإنتاج. لا. على اعتبار أن المبدع أو المنتج الذي سيقوم بتغيير جذري في السوق هو منتج غير مرغوب، فيجب أن تضيف إضافة، فالصناعي بحاجة أن لا تغير له مصنع بالكامل أو أن تقول له بأني أريد أن أعطيك منتج يحتاج إلى خط إنتاج جديد من أول، لا، يحتاج إلى إضافة تزيد له الإنتاجية، تزيد له المردود، تزيد له الربح. وهذا اللي حضرتك عم تشتغل عليه دكتور من خلال أبحاثك أكيد، من خلال مشاركتك بالمعرض يلي أيضا ممكن يفتح أيضا بواب وأفاق جديدة بالتشاركية وبالاطلاع على يمكن الإبداعات والاختراعات الأخرى. اليوم بدنا نشكر نحن وجودك معنا لليوم وصديق البيئة، بدنا ناديك دكتور. أنا شكرا أحب الورق لك. القابل للإنبات، أنا أحب المنتجات منتجات التقانات الحيوية البيضاء. ونحن كمان بنحب الورق القابل للإنبات وبنحب البيئة وبنحب وطننا دائما يكون بأبهى صورة. شكرا لوجودك معنا. بالنيابة عن جميع الباحثين في الهيئة العامة للتقانة الحيوية وهيئة البحوث ووزارة التعليم العالي نتشكر استضافتكم لنا نافذة لبداية عرض لهذه المنتجات إلى السوق. شكرا لك. وكمان مثل ما قلت نحن بندعو كل الناس أنه يكونوا أكثر سلوك محبب وأكثر سلوك قريب للحفاظ على بيئته. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا. يعني سلمى اليوم مثل ما شفنا ضيوف متنوعين وكثار، سواء من عالم الاختراعات والابتكارات إلى تطبيقات الموبايل وأيضا من عالم